عليكم، معكم نسرين عارضة أزياء. شاركت اليوم في هذه المؤسسة ديال المود كريس. صراحة فرحانة بزاف بالمشاركة ديالي معهم، وعرضنا الأزياء ديالهم. كما كتشوفوا أزياء زوينة بزاف، عجبتنا كعارضات وعجبت الناس اللي كانوا حاضرين. ونتمنى إن شاء الله يتزادوا حفلات أكثر وأكثر، ويعطوا فرص للشباب والعارضات باش يبانوا أكثر، ويكونوا فرص حتى للناس اللي كيعملوا وكيشغلوا هاد العمل هذا ديال الأزياء والموضة، ويكون فرص إن شاء الله جميلة تزيد بهم القدام إن شاء الله. وكنتمنى لهم التوفيق والجميع إن شاء الله. وشكرا. ما كان حتى شي عناية ولا صافي، فاش كانت الجائحة صافي ريدنا الخدمة حتى صافي تلقوا، ومن بعد صافي بدينا نخدموا كيف ما كنا، نوفروا الشغل للعارضات الأزياء ويعطوا فرص أكثر للناس اللي كيخدموا عفوا المجال ديال الموضة والأزياء. السلام عليكم، معكم رشيدة كريس، رئيسة تعاونية مود كريس، خياطة تقليدية، كل ما يتعلق بالخياطة كنقدموا. المهم قدمنا هذا العرض بمناسبة عيد المرأة، وكنشكروا الحضور كلهم اللي حضروا معنا،